تترقب جماهير الزمالك مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الكرة الأول بالنادي أمام نظيره بيراميدز مساء اليوم الأربعاء على تذكرة العبور إلى نهائي كأس مصر. ويحتضن استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة من مساء اليوم مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، حيث يتأهل الفائز لمواجهة الأهلي على لقب المسابقة. ويتطلع الفارس الأبيض لبلوغ النهائي رقم 42 في تاريخه بكأس مصر على حساب بيراميدز، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج 29 بلقب المسابقة. وتقابل الزمالك أمام بيراميدز مرتين سابقتين في كأس مصر، الأولى في نهائي موسم 2018-2019 وفاز الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة، والثانية في نصف نهائي موسم 2021-2022 وخطف بيراميدز بطاقة الترشح بركلات الترجيح. وعلى الرغم من الغيابات العديدة التي يتعرض لها الزمالك في مواجهة الليلة أمام بيراميدز ما بين إصابات وإيقافات، إلى أن جماهير القلعة البيضاء تضع ثقة كبيرة في القائمة التي ستخوض المباراة وتدافع عن قميص النادي الملكي تحت قيادة فنية لابن النادي معتمد جمال في أول اختبار رسمي له بعد تقديم الشكر لأوزوريو. الزمالك عازم على مصالحة جماهيره وبلوغ نهائي كأس مصر على حساب بيراميدز الليلة واستعادة الانتصارات وضرب موعد مع الأهلي في قمة جديدة على لقب كأس مصر.